مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في برنامج أمريكا بالمصري. فاضل أقل من يعني يوم أو 24 ساعة، لأن إحنا دلوقتي صباح الاثنين بالظبط كده، والانتخابات الأمريكية يوم الثلاث الصبح إن شاء الله. معانا مجموعة هنا من المصريين اللي هم مهتمين بالشأن السياسي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والحقيقة إنه قلما ما بنجد العرب عموما انهم بيشاركوا او بيهتموا او بيندمجوا في الحياه السياسيه. فاحنا مختارين لكم باقه من الناس ازعم ان هم مش بس مهتمين لكن متابعين جيدين، وهنبتدي ناخد رايهم في المرشحين واتجاهاتهم رايحه فين وليه وايه السبب. وتفضلي مدام سهير، تفضلي تقدمي نفسك وتقولي لي يعني انت مع مين وليه. انا سهير تدرس من نيوجيرسي. انا طبعا ام جونا فوت لترامب، يعني اي حد مصري ويهتم بمصر والشرق الاوسط كله يبقى احنا عايزين ترامب، لانه هيلاري ليها تاريخ معانا وعارفينه كلنا، ومحدش ما بنثقش فيها خلاص. فترامب الاجنده بتاعته كويسه، ترامب كله هيز نوت ا بوليتيشن، عشان كده بيتكلم زينا، واحد مننا عارف احنا عايزين ايه وحاسس بينا في الوقت ده، فربنا معانا. دكتورة هالة سالم، يعني انا همارس حقي الانتخابي، لازم امارس حقي الانتخابي وانتخب، رغم ان الانتخابات لاختيار السنة دي صعب جدا. يعني مش عايزة اقول احنا بنختار بين السيء والاسوأ، بس يعني انا لغاية دلوقتي اقدر اقول ان انا undecided. أنا طبيعي أنا ديمقراط، بس طبعاً ليا تحفظات على الأجندة بتاعت هيلاري، وفي نفس الوقت أنا هقول من الآخر إن أنا اللي هلاقيه أقرب لتوجهات بلدي ومصر، واللي هلاقيه أقرب لينا أنا إن شاء الله هنتخبه. واسمحوا لي مش هقدر أقول مين دلوقتي. لا طبعاً ليكي، لا حقك طبعاً. اتفضلي مدام سحر. سحر حبيب، انا will vote for Trump لانه مش سياسي، ما مارش السياسة قبل كده، بس he's a citizen. وامريكا is all about، الحكومة في امريكا is of the people by the people and for the people. والناس المفروض الحكومة ال government في امريكا بقت corrupt وفاسدة. يعني الكلينتونز بقالهم تاريخ طويل، ويعني هم الانفولفمنت بتاعتهم بتاعت هيلاري في الشرق الاوسط حطمت الشرق الاوسط بالكامل، وحصار محطوط على مصر اقتصادي لسه موجود، ولما كان السيسي موجود هنا راحت قابلته وقالت له يا الاخوان يرجعوا يا اما مش هنتعامل معاكم، ما فيش اي تعامل باي طريقه تاني. واحنا تعبنا من الموضوع ده، والاقتصاد وحش والهيلث كير غاليه، وما فيش اي حاجه تخلينا ان احنا نستمر ان احنا مع الديمقراطيين ان احنا ننتخبهم. انا مسجله ديموكراتيك، بس I am not voting for Hillary عشان خاطر her corruption، وعشان التغيير، وعشان التغيير الاحسن، وهيكون تغيير الاحسن، وانا اعتقد ان هو هيكسب، هينجح بنجاح ساحق. مدام ليليان اتفضلي. اولا ميرسي خالص ليكي حنان ان انت مجمعانا وبتاخدي ارائنا في حاجه حساسه تمس العالم كله مش بس امريكا. انا ادورابل ديبرولابل، لان احنا عايزين اللي هنرشحه يقدر يمد ايد العون للشرق الاوسط، يقدر يرفعنا، لان احنا دلوقتي زي ما سحر قالت احنا يعني كلهم عينيهم على مصر، ومش عارفه ليه عايزين يوقعوا مصر. فاحنا عايزين حد يغير المنظومه اللي هي ماشيه بقالها كام سنه، وفعلا قدرت تحطم بلاد كتير في الشرق الاوسط. فاحنا شفنا الكلينتونز على مدى كام سنه، لما الكلينتون الكبير كان هو الماسك، ودلوقتي مش عارفه واخدينها بالوراثه ولا ايه.
المدام بتاعته ترشحت بوش وكلينتون وكلينتون بالظبط. يعني انا مش فاهمه ايه الموضوع دوت. وبعد يعني كده معلش انا اقول لك انت حابه زي بقيه الناس كتير في الشعب الامريكي ان هم يجربوا حاجه ثانيه، يجربوا حد بالظبط. يعني احنا عارفين يعني شفنا السياسيين اللي بقى لهم سنين في الحكم ومارسوه وصلونا لايه. فدلوقتي صحيح ترامب مش سياسي لكن بيزنس مان ناجح وقدر يبني نفسه بنفسه. أبوه ساعده صحيح بجزء ما بس هو قدر يكمل. وهو يعني الناس بتقول عليه متعصب، هو مش متعصب خالص. لو الناس قدرت تديله وقت ويسمعوه هيعرفوا ان هو بعيد جدا عن التعصب. هو إنسان ولما بيخاطب الشعب عامة بيخاطبهم وبيوصل لقلبهم. يعني النهاردة احنا كنا ماشيين وقفنا نجيب كافي من دانكن دونت، وفي ست كبيرة في السن مسنة يعني بتاعت 75 سنة لابسة هات ومكتوب عليها ترامب. فاحنا بنقول لها يس وي جونا ميك امريكا جريت اجين. الست وقفت فرحانة قد ايه وبتقول لما بسمعه بيتكلم ما بقدرش اسمعه يتكلم لانه بيخش قلبي، بيمس قلبي، بيعرف ازاي يوصل لقلبي من جوه. وانا هرشحه حتى لو هي كانت صحيح ديمقراط، وانا كنت ديمقراط وما زلت ديمقراط بس هرشح ريبابليكان. في الناس دلوقتي عايزين حد يحسوا بيه، خلاص مش عايزين الاسطوانات الفارغه اللي هيسمعوها لنا لحد ما يوصلوا للحكم وبعد كده ينسوا كل الاجنده اللي هي كانوا المفروض يمشوا عليها. وطبعا الهيلث كير ان هو زاد 24% بسبب اوباما كير او الافوردبل هيلث كير اكت which is not affordable. Well, as they say, Obama cares, Obama don't care. أستاذ مجدي. أهلا وسهلا. فلان. لا أنا لا هو في حاجة الغريبة أنا لا ليا رأي أنا قلته يمكن مرارا هيبقى بالدور كده حقيقي. مش عارفة أنا حاسة إن إحنا داخلين على 30/6 هنا في أمريكا. يعني أنا أقصد إنه بيفكرني المرحلة اللي كانت بين أحمد شفيق ومرسي. بس أنا تعلمت حاجة المرة اللي فاتت أنا قطعت، المرة دي أنا مش هقاطع. بالضبط أنا حاسة إنه يعني القارة الأمريكية دي كلها يعني مش معقول ما يكونش فيها غير الاثنين دول. أولا معديني 70 سنة، ثانيا يعني أفضلهم يعني عارفة أنت هتختاري، أنت مش عارفة تختاري، محتارة جدا. حد واحدة ممكن تدخلنا في حرب عالمية والتاني احتمال يدخلنا في حرب أهلية. يعني طبعا أنت بتقولي هو مش متعصب، هو ما بيعملش كنترول على نفسه، أنت طبعا كل واحد حر في رأيه، لكن بتحسي أنه هو طالع ماسك نفسه، حد موصيه امسك نفسك. فده واحد زي ده انت ما انتش عارفه. الثانيه طبعا مصيبه سودا يعني في اللي هي عاملاه. البلد هنا ليها كونجرس. انا فاهمه انا فاهمه لكن لا بس صدقيني بيأثر. انا عارفه ان كل حد يعني مفصول، وان بس الرئاسه ما هياش منظر ولا شكل زي ما انتم متخيلين. لا ده بناء عليه بيبقى في ناس معايا في الحكومه يعني طبعا بالظبط. كمان انت فانت بتقولي انا مضطرية، انا ما بقولكيش انا زي ما انت ما رضيتيش تقولي برضو مين، انا برضو مش هقول مين، لكن انا بقولك الاثنين الحقيقه ما كانش امنيتي ان توصل ما بين الاثنين دول. لكن مضطرين ان احنا ننزل ونشارك، ولازم نشارك وما نكررش الغلطه اللي احنا عملناها ان احنا قطعنا الانتخابات ايام مرسي وشفيق فكانت النتيجه زي ما بقى. يعني ده رايي انا. عايزه اقول حاجه سريعه على حكايه الحرب الاهليه دي. هل انت تعرفي ان هم الديموكراتيك بارتي كان بتدفع للناس $1,500 الواحد عشان يروحوا يعملوا الرايات ويضربوا اللي هم السبورتر في الرالي بتاع ترامب؟ كان في تسويقات موجوده، فدي كانت حاجات مصطنعه من الديمقراطيين عشان يحسسوا الناس بالاحساس ده في حرب اهليه. بالمناسبه في حاجه ثانيه ان كل الناس متخيله ان امريكا بلد الحريه والديمقراطيه والكذا. امريكا بيحصل فيها برضو تزوير في الانتخابات، ولو هم بيبقوا متفقين على حاجه لا بيأثر. لو هم واخدين قرار هم معلش لا صدقني لا بيبقى في قرار متاخد. انا يعني قناعتي في قرار متاخد ان يعني هم يعني بص هقول لك على حاجه.
ان هيلاري هتكسب حتى لو ترامب اخذ صوت اكثر. طبعا لا انا ده رايي، ده قرار متاخد. لا القرار متاخد. انت بتقول انت بتقول لها سيبيها تقول رايها، انا بقول لك ده رايي. انا رايي نو، لا انا رايي ان القرار متاخد زي ما هم كانوا بياخدوا قرار ان المره دي مين هينجح، ان المره دي احنا عايزين واحد افريكان امريكان او لون مختلف، المره دي عايزين واحده ست. مهندس مجدي دوس، انا اقول حاجتين على فكره، الاوانيه هتلاقوها يعني عكسكم، والثانيه لاخواتي المسلمين هقول رساله ليكم. مالناش دعوه خدمه، لا انسى حكايه المسلمين يا عم ملك، ما تخليش خلينا نتكلم بقى. معلش هو انا هقول لك، انا هقول رايي، انا هقول رايي، مالناش دعوه بمسيح ومسلم. ايوه ما كده، مش عشان كده بقول لك بتش الاول من غير مسيح. انا مختلف يا حبيبي، مجدي دوس ده حكايه ثانيه. مجدي دوس المسلم. فكل العند كلها بقت تمثيلية قذرة. يعني ايه؟ احنا قلنا 30 لا ده اختلفت، واللي انت شايفاه قدامك 30,000 وبرضو مشوها. طبعا لو انا وانتي او هي واحد على 1,000 من اللي عملته كنا احنا عملناه كنا في السجن دلوقتي خلاص، ما مشيتش وبرضو مدخلينها. الريبابليكان واحد ورا واحد بقوا ايه؟ ديمقراطيك فجأة كلهم، لانه جاي من بره اهو، هو مش عايزين يخش هو الراجل دوت يعك الدنيا جوه. ما انت فدلوقتي المشكله كلها في ايه؟ ترامب اوتسايدر. فدلوقتي بره اللعبه خالص. يعني الناس بتحبه، بس للاسف الشديد الميديا زي ما شفتوا الميديا كلها طبعا كل دوت ضده طبعا، حبا في مين؟ في الجانج، كله جانج. يعني دلوقتي من قيمة أربع الأسبوع اللي فات لما حصلت موضوع هم عابدين ديت، احنا قلنا دي بقى الخلاصة. فكل الناس قالت ايه؟ طب دي مشكلة، السيد ديت حتى لو بقت رئيسة ممكن ايه يحكموها بعد كده. جيس وات؟ النهاردة كل القيمة السين انه كل الجرائد عام لا، قالوا الاف باي قالك لا مفيش مشكلة خالص، كل ده كعكس مفيش حاجة خالص. دي تقول لك ايه؟ رسالة واحدة هي اللي هتنجح. دي رسالة. انت بقى عايز مين؟ انا طبعا ترامب. الموضوع اكبر مننا صدقيني، موضوع اكبر. احنا بنتكلم ايموشن لان احنا مع بعض في الايميل والفيسبوك، مع بعض كلنا اصحاب بعض. فعلا لا معلش انا برضو هرجع اقول لك ان ما يمنعش ان احنا لازم ننزل ونصور. احنا هننزل بس نعمل اللي عليه. الحاجه الثانيه بقى اللي هقولها اللي هي بتاعه المسلمين، ملهاش دعوه بالمسلمين والاباط. دلوقتي لما انا في على فكره انا فاهمه قصدك، هو مش كل يعني مش كل المسلمين مع هالة. يعني هالة بحترمها في ايه؟ ان يعني انا رايي الشخصي لو واحد مسلم اخويا ليبرال لما اختارش ترامب ما اختارش هيلاري. ليه؟ لان هم قالوا كلهم ان هيلاري دي بوظت الشرق الاوسط خلاص. جيس وات؟ الاخوان المسلمين بعتوا، ده شفتها بايدي في السيلفون، بعتوا رساله لجميع جوامع امريكا يوم الانتخابات، اتوبيسات طالعه عشان تختار كلينتون. حبا في مين دي؟ حبا في مين؟ مش عارفه افهميها بقى، انا لازم اقولها لك. يعني حبا في الاخوان المسلمين، يعني هم مثلا الاخوان المسلمين خلاص. يا حبيبي انا شفت انا في الجامع ناخد ماشي خلاص. وصلت وجهه نظرك. مش يوم يوم الانتخابات شوف الاتوبيسات اللي طالعه. هتوصل لا واضح جدا جدا جدا، وانا شفتها برضه بنفسي ان الاخوان المسلمين بيدعموا هيلاري وبيدعموا خلاص. حقهم لا مش حقهم، هم مالهم رايهم، هم حقهم لا لا حقهم يعني. يا جماعه انا راجل مهندس، انا مهندس حقهم، انا مهندس 1 بلس 1 ايكوال 2. ده ما بيحبش ده وانت بتحبه. حقهم بقى، ما كلها بيدور على مصلحتهم. مصلحه ايه لما مصلحتهم؟ على مش كلها بيعمل مصلحته. لا ايوه بس انت بتعملي، الله ينور عليك، انت بتعملي مصلحتك هم بيعملوا مصلحتهم، ما تقدرش ترمي عليهم. الله يا حبيبتي ده لا مش واصله لك، مش واصله لك اللي انا عايزه اقوله لك، ان ده طبيعي. هو مش هيعمل لمصلحتك حاليا في البيت الابيض في 8 يبقى حقهم. مهندس طارق سليمان، نائب رئيس جمعية الفرسان، فرسان مصر أمريكا، فرسان مصر أمريكا، ومهتم بالانتخابات وبدرس ورجل أعمال ورجل أعمال
وصاحب مطعم كومفورت، وصاحب مطعم كومفورت داينر، وعندي ريال استيت كتير. والحمد لله، بسم الله ما شاء الله، ربنا وفقني. يعني انا مبسوط، ده من رب، ده فضل من عند ربنا. بالنسبه لو عايزين نتكلم الانتخابات والنسب الفرص، ما زالت هيلاري متقدمه، ده ارقام ملهاش دعوه بالراي. انا محدش يتكلم، سيبوه يتكلم براحته. ايوه، هيلاري عندها 204 الكترال فوت، الكترال كوليدج او الكترال فوت بيسموها كده. ده ترامب، هيلاري عندها 268. You need 270 to win. الصراع في خمس ولايات احنا بنتصارع عليهم، ايه هم؟ اريزونا، نيفادا، فلوريدا، نورث كارولينا، نيو هامشير. نيو هامشير كانت بتميل ديموقراط، بس ترامب ما شاء الله الاتجاه ماشي فين؟ ماشي في اتجاه ترامب. دي حقيقة، ترامب راكب القطر وبيحاول يلم ده قطر ماشي. مين اللي بيعمل خطوات ماشية في اتجاه مين؟ في اتجاه ترامب، مش في اتجاه هيلاري. بس هيلاري مع نسبة أكبر، فرصة ترامب أقل من فرصة هيلاري، دي حقيقة. بس المومنتم، الكلام ماشي مع مين؟ مع ترامب. ترامب سمعت له حديث على منصودة، متكلم بطريقة جبارة. إزاي بطريقة جبارة؟ تشد المشاعر كلها، كلمهم عن أحوالهم، عن شخصياتهم. ترامب مش هو ترامب اللي أنا شفته، يعني حد أكيد استضافني وراء، أكيد وراء حد كلمني عليه. أنا بتكلم الحقيقة، أنا مش بتكلم بتعلم بقى. قالوا لي إيه رأيك؟ قلت له ترامب ماشي في الطريق الصح، ما بدأش كده، فهو غلطان. كون لو خسر مش هنلوم عشان حد زور له، لا، هو خسر إنه في الأول ما بدأش صح. دلوقتي أنا شايف المومنتم بتاعه كويس جدا وماشي حلو جدا، مطار في صالحه. هل هيقدر او لا؟ ما اعرفش. الولايات اللي معاه دي معاه باستمرار مكسب ليه، ما بشوفش مكسب لهيلاري، بيحصل خساره لهيلاري. هيلاري بيساعدها اوباما، بيساعدها ميشيل اوباما، بيساعدها، لان هي مش قادره لوحديها. انا عارف، ما انا بكلمك الحقيقه. انا لما بتكلم بتكلم يا جماعه الحقيقه، انا ما بتكلم مش بدافع على حد، انا بديكوا الواقع. طيب، عشان طيب انا بسالك، انا بسالك انت انت مع مين؟ انا مش حكايه انا مع مين، انا بتكلم اللي انا بثق فيه مين، اللي انت بتثق فيه مين. انا بامانه شديده، أنا شديد، ولو حتى مش عايز تقول مش مشكله. وليه ما اقولش؟ اتفضل. ده رايي انا. وانا بصي، انا بحبكم كلكم. صحيح، بحبكم كلكم، مش معناها ان انا اتفق في الراي. لا صحيح، لا انا احبك، كل واحد حر، كلنا نحب بعض. حقيقي، اختلاف الراي لا يفسد للود قضيه. اتفضل. انا عايز اسال، محيرني، هديك فرصتك بس خليه يقول الاول. لا انت قول الاول بس. اوكي، انت مع مين؟ اوكي، بنقول مش مع مين، انت كلنا وجهات نظر، وكلنا بنحب مصر، كل واحد بيفكر من وجهه نظره دي لمصر، صح؟ صح. هم اختاروا ترامب، او انا المجموعه اغلبها هنا، وفي حد امتنع على التصويت، مختارين ترامب وليهم حقهم، والكلام اللي قالوه صح 100%. عندك طارق هيلاري. ها؟ طارق هيلاري. وماله وماله؟ مش معناه انه وحش ولا معناه انه حلو. ممكن اخد لك لا ما اقصدش يعني. فاذا انا هقول هيلاري الي وترامب الي. اوكي، يعني اللي قالي بالنسبه وقالي. يعني انتوا اخترتوا واحد، اختار ترامب قال ايه؟ انا بسالك هيلاري. انت انا هوجه نفسي، انا لو انا اخترت هيلاري هقول لكم اخترتها ليه. انا عايزه رايك انت. ما انا بقول لك هم اخترتها قال. ليه؟ اتفضل. وليه ما اخترتش ترامب؟ اوكي، ترامب انا خايف منه انه انبريدكتبل. اوكي، ما انت قلت امبارح كان كويس اهو. ما هو بيقول لك ماشي، شايفه وبمنظر ما شافوش. انا ما قلتش الحقيقه، بقول لك الحقيقه اللي انا اللي انا شايفه الحق. ايه؟ ودي انا بقول النقطه الحق. صح. انا لو بيستمر على كده، ولو هو كده انا سقف له من اول دقيقه، وكان هيكسب جميع الولايات. اوكي، بدل ما لكن انت مش ضامن. انا مش ضامن، مش عارف هل هو كده ولا لا. انا خايف منه. خايف منه ازاي؟ هكلمكم بصراحه، بيتلموا عليه رؤساء الاموال، هو بيحب المال، الخاف ان يتلموا عليه رؤساء المال ويغير رايه. هو رأيه هو كده زي ما كلكم عارفينه، رأيه كويس. وهو قبل ده ترامب. الاثنين بيحبوا المال. اوكي، الناس كلها. بس ترامب ليه انا خايف منه؟ والله لو لا، ما الفلوس اللي جت مش من فورين كامبي على الكامبين، والا كان راحوا في داهيه. لا لا، كانت ناس برعوا. لا، ما يقدروش، ما يقدروش يروحوا في داهيه. وكانت لو ثبتت كده، لو ثبتت كده هتبقى مشكله كبيره. اوكي، اللابي اسمع، بصي، طول عمرها اللابي موجود، اللابي موجود، وكل اللي بيدي فلوس وسبيشال انترست موجوده. ده كلام سليم، وفعلا في لابي وفي سبيشال انترست.
احنا بننتخب، انا بنتخب عشان الانترست بتاعي. انت بتقولي صوتك على الانترست بتاعك، انت شايف الانترست بتاعك مصر. في ناس بيقولك الانترست بتاعك اللي نجح ترامب في ولايه اريزونا، لما بنتكلم على اريزونا، اريزونا كانت هيلاري متقدمه 5%، ترامب دلوقتي متقدم عن على في اريزونا ب 5%. ليه متقدم؟ مش عشان الجواب ولا عشان الايميل، لا ولا الايميجريشن، عشان الهيلث كير، اوباما هيلث كير. ليه حصل في اوباما هيلث كير؟ في اريزونا اوباما هيلث كير بيزداد 116%. اهم حاجه تقلق المنتخب ماي باكيت ذا ايكونومي فيرست. صحيح، انا لو جاي هيرت مي ايكونومي ماليش دعوه بالايميجريشن، ولا ليا دعوه بالكذا، ولا ليا دعوه بمصر، ولا ليا دعوه باسرائيل، ولا ليا دعوه. ترامب هياخد اريزونا ولو انها توصل. ده مظبوط. فانا بقول لك ان ترامب دول من الخمسة لسه قايلين اريزونا اندر، بس انا اقول لك ترامب هياخد 100% اريزونا. واحدة من الخمسة دي المفروض يحولوها ريد. هي حاليا سايبينها يلو، يلو معناها توس، هتروح هنا وهنا. لازم تروح ريبابليكان. ليه؟ مش عشان هم ما بيحبوش ترامب. الغالبية العظمى لانهم دول محافظين واتضايقوا اللي اثر على ترامب جامد، حكاية التسجيل اللي طلع. كان بلغة وحشة وكلام وحش ومحدش يقبله أبدا، حتى لو أنت إنسان مثقف وإنسان محترم ما تتكلمش بالطريقة دي. يعني أنا لا أقبلها ولا أقبل أن حد يتكلم بالطريقة دي حتى لو في نادي أو في كلاب. طيب ناخد السؤال اللي محيرك. أقول السؤال اللي عايز يسألني أي سؤال أنا مستعد. لا تفضل. لا تفضل. هو جاوب، يمكن جاوب عليه، لأن أنا مشكلتي كلها يمكن لا مشكلتي كلها ان هيلاري دي ما احنا شوفينها بقى لنا 8 سنين. ازاي انسان، معلش انا اسف اقول كلمه، ما نقول صح انا مش عارف ازاي انسان يختار الست دي. انا مش قادر يعني لما بشوفها بيحصل لي اكني بشوف ديفل قدامي. انا أوكي. كلامه صح 100% بصراحه. ايوه هو صح 100% والكلام ده سليم. اللي هيرت ترامب مش ترامب، حادث اللي طلع في الباص. يا راجل حرام عليك، يا راجل حرام عليك. انا ما كانش رايي، انا ده مش رايي. لا ما انا هقول لك حاجه. لا ده اللي حصل. على كده لو انا دخلت بقيت مش دلوقتي، يعني اللي حصل مثلا في القذافي مش رايي انا. انا بقول لك اللي حصل. طب استنى طارق، مش كده. طب اللي حصل لك كان ريبست ان ذا وايت هاوس. لا بلاش نخش في عرض الناس. ده صح. لا انا مش رايي انا. انا مش انا بقول لك يا جماعه، انا بقول اللي هيلت. انا قلت اللي هيلت. انا قلت اوباما كير. اوباما كير هير. اوكي صح. اوكي ده حلو. الشعب الامريكي المره الوحيده اللي اي بارتي قعدت اكتر من 8 سنين كان بعد ما كان رونالد ريغان از ذا بريزيدنت، جه بعدي بوش لان الايكونومي كان جود. بعد كده ما حصلتش تاني، ومش المفروض تحصل. ان الايكونومي ومش المفروض تحصل. والهيلث كير از باد، ومفيش جوب، صح، ومفيش اي حاجه. ده كل ده صح. Yes. عندك صح 100%. ارائك سليمه 100%. انا ما بقولش لا. بس يا طارق دلوقتي انت دلوقتي في الميدل ايست مثلا، يعني اللي حصل للقذافي، اللي حصل لصدام حسين، اللي حصل في سوريا ولسه بيحصل، وكل دوت بسبب الديمقراطيه. لا ما نقدرش ننكر ان وراء ده كله. ده كلام سليم. انا بقولش لا اعترف يا جماعه. ده هي حتى هير اون بيبل. انا بقول ده صح. انت بتتكلم صح. انتوا شايفين هندخل على 30/6. لا يا جماعه لا انا بتوقع ان شاء الله بعد ما تخلص، سواء كسب ترامب او كسب هيلاري، المفروض انتهى زي 30/6. لانه لما بيطلع الراليز بتاعته ستاك، الناس اللي بتشوف اللايف فيد بتلاقي 100,000 على اللايف فيد. طلع اخوان مين؟ فذيس از ا موفمنت. ذيس از نيفر هابند. مش بمزاجها. بما ان معلش اقطعكم. خلاص انتوا عندكم صناديق الاقتراع. احنا انا عايز اخد بس افهمكم الانتخابات ايه بس يا جماعه. هناخد رايك تاني بكره، لان احنا عندنا لسه تكمله بكره. ف هنكمل في نفس الموضوع تاني. هنكمل في نفس الموضوع تاني. لسه عندنا. لا مش هنا تاني، هنروح في مكان تاني. هنروح عنده في مانهاتن. هناخد اراء بعض الناس. هننوع شويه وهنروح له تاني عشان يكلمنا، لان هو متابع جيد.